المجلس الاستشاري لنادي الرجاء الرياضي. دائما يتم عقد اجتماعات ما بين المجلس الاستشاري المكون من الرؤساء السابقين وبعض الفعاليات الرجاويه مع المكاتب المديريه اللي كتصير النادي. تم استدعاء هذا الاجتماع من طرف السي محمد اوزان من اجل يعني مناقشه نقطتين مهمتين. الاولى كتعلق ب يعني الوضعيه الحاليه للنادي، وتبين على المكتب المديري من خلال المنشورات اللي تم نشرها على الصفحه الرسميه، لا زال يعني كيمارس مهامه بصفه عاديه الى غايه انعقاد الجمع العام. اذا ما كانش، هذه غير ملاحظه بخصوص النقطه. والنقطه الثانيه كتعلق بالاستحقاق المقبل ديال الجمع العام ديال يوم 26 ماي. تمت مناقشه يعني جميع الظروف باش ان هذا الجمع العام يمر في ظروف سلسه وظروف قانونيه اللي كتشرف السمعه والقيمه ديال نادي الرجاء.